أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية جديدة بشأن تهديدات الميليشيات الموالية لإيران والتي تكررت خلال الأيام الأخيرة والموجهة لرئيس الوزراء الحالي في العراق مصطفى الكاظمي، وذلك على خلفية اعتقال القيادي في ميليشيا العصائب حسام الزريجاوي واتهامه بالتورط في تنفيذ الهجمات الصاروخية الأخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد، ومن ثم نزول عناصر الميليشيات المسلحة إلى شوارع العاصمة بغداد. معي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. الله يحييك دكتور. وعبر الهاتف من عمان الأستاذ حسين عليان الكاتب والباحث السياسي سينضم إلينا لاحقا. إذا مشاهدينا الكرام نبقى سويا في هذا التقرير ثم نبدأ التغطية، كونوا معنا. تصعيد بلغ أوجه بين الميليشيات الموالية لإيران في العراق من جهة وحكومة الكاظمي من جهة أخرى، وتوقعات بانفلات عقال المواجهة المؤجلة إلى الآن بين الطرفين لحسابات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية. ويبدو بأن الميليشيات ماضية في تحدي الكاظمي وفرض الأمر الواقع بنزول عناصرها إلى الشارع وانتشارها بقوة السلاح أمام أنظار الجميع بمن فيهم القوات الأمنية التي يروم الكاظمي الاعتماد عليها في حال قرر مواجهة الميليشيات. مواجهة ميدانية يرجح الكثيرون قرب وقوعها، لا سيما بعد اعتقال القيادي في ميليشيا العصائب حسام الزيرجاوي واتهامه بالتورط في تنفيذ الهجمات الصاروخية الأخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد، وهو ما أثار غضب الميليشيات ونزولها إلى الشارع في نسخة مكررة لأحداث البعيثة جنوبي بغداد وما تلاه من حصار لمكتب الكاظمي في المنطقة الخضراء ليسفر الضغط عن إطلاق سراح المعتقلين من ميليشيا حزب الله. تحدي الميليشيات للكاظمي يميط اللثام عن إحدى أكبر الأزمات التي تعيشها الحكومة الحالية في ظل انتشار الميليشيات من جديد ومحاولتها إضفاء الشرعية لنفسها بقوة السلاح. وما المفاوضات الحالية ومحاولات التهدئة بين أطراف النزاع إلا محاولة لتأجيل ذلك الصدام وفقا لبرلمانيين. ويطرح السؤال الأبرز بشأن حقيقة قدرة الكاظمي على المواجهة المباشرة، فبحسب تقارير مختصة فإن قدرات وتسليح الميليشيات يوازي قدرات القوات الأمنية إن لم تتفوق عليها. وبعيدا عن كم السلاح ونوعيته يطرح سؤال آخر بشأن حقيقة وجود إرادة فعلية لدى الأجهزة الأمنية الحكومية لخوض مواجهة مسلحة مع الميليشيات من عدمها. أرحب بضيوفي مرة أخرى في هذه التغطية، الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، وأيضا عبر الهاتف من عمان الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي. أبدأ معك أستاذ نظير، يعني أمر قضائي باعتقال المتحدث العسكري باسم ميليشيا حزب الله في العراق أبو علي العسكري وثلاثة آخرين، كيف تنظر إلى هذا الأمر القضائي؟ كيف تقرأه؟ يعني أنا سمعت بهذا الأمر القضائي ولحقه بعد ذلك نفي من قيادة الحشد الشعبي بأنه لم تصدر أي محكمة عراقية أمرا بإلقاء القبض على أبو علي العسكري، في يعني تكذيب لما يعني صرحت به حكومة الكاظمي من أنها قادر الآن على تفعيل مذكرة إلقاء قبض على أبو علي العسكري، وهذا يدلل على يعني مدى ضعف هذه الحكومة ومدى قوة وتوغل هذه الميليشيات وجعلها ندا للحكومة وقواتها. المذكرة أصلا يعني جاءت على أساس أنها ضمن قانون الإرهاب وسيتم إلقاء القبض عليه بتهمة الإرهاب كونه يعني تحدى الدولة ووصف الرمز الأول في هذه الحكومة اللي هو يعني مصطفى الكاظمي، وصف ب يعني أوصاف لا تليق به بل يعني تجاوز بتجاوزات لفظية ووصفه كالحيوان الذي تجز له أذنيه، وهذا يدلل على مدى وقاحة هذه الميليشيات بل ومدى قوتها أمام القوات الحكومية. أنا أعتقد يعني أن هذه الحكومة لربما هي غير قادرة على تنفيذ مثل هكذا مذكرة إلقاء قبض، والدليل على ذلك بأنه سرت إشاعة بعد ذلك
وأنا أظن أنها مصدرها يعني الحكومة أو من يعني هو بصف الكاظمي، تقول هذه الإشاعة بأن أبو علي العسكري قد غادر البلاد، وبالتالي فالحكومة هي لا تستطيع القبض عليه، وهو تبرير لعجز الحكومة. وأنا أعتقد أن أبو علي العسكري لا زال موجود في العراق ويتحدى قوات الكاظمي، ولن يستطيع الكاظمي أن يفعل له شيئا يذكر في هذا المجال. نعم، أرحب بك أستاذ حسين عليان الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من عمان. أستاذ حسين مرحبا بك. أهلا وسهلا. هذا الأمر القضائي باعتقال المتحدث العسكري باسم ميليشيا حزب الله في العراق أبو علي العسكري وثلاثة آخرين مع نفي الحشد إصدار مذكرة الاعتقال هذه، كيف تقرأ ما يجري؟ هو هذا المشهد يتكرر في بغداد بين الفينة والفينة، يعتقلون يصدر أمر إلقاء قبض على أي من زعماء الميليشيات أو أي من قياداتها، ف تتحرك الميليشيات فتطردها الدولة، وهذه ليست أول يعني سابقة، سبق وأن جرت أكثر من مرة. يعني لدينا الآن دولة هشة ودولة مخترقة ودولة مترددة، يعني ليس لدينا سلطة حقيقية، خاصة وأن الميليشيات تمسك بسلطة السلاح وتمسك بسلطة البرنامج أيضا. طبعا أبو علي العسكري يعني بعد تصريحاته التي وصف فيها مصطفى الكاظمي بالغادر جاء هذا الأمر القضائي باعتقاله، يعني هذا الوصف الغادر، هل هذا يشير إلى مدى قوة التحالف ما بين الكاظمي والميليشيات بحيث تخلى عن عهوده ليتم وصفه بهذا الوصف؟ لا أعتقد، هم يعني هو أضعف من أن يتخلى، وليس لديه القدرة أن يفعل ذلك، بس هي هذه الميليشيات هي وقحة بالتوصيف الأخلاقي، وتتجاوز على سيادة الدولة وعلى أي مسؤول في الدولة، وبالتالي يعني هذا يعني الكاظمي هو منتج من منتجات هذا التحالف، وهم يدركون ذلك ويستطيعون أن يسقطوه بعد حين، يعني سواء أن يسقطوه بالشارع أو يسقطوه عبر البرلمان وتحشيد المعارضة البرلمانية ضده. طيب ابقى معي أستاذ حسين. أستاذ نظير، مجلة نيوزويك الأمريكية تقول أن إيران تريد إرسال رسالة من خلال هذه الأوامر، يعني ما يجري في العراق تستخدم الميليشيات كأدوات فيها وتتلاعب بها كبيادق الشطرنج، هل ترى أن ما يجري في العراق الآن من تغيرات مستجدة تراها بأوامر إيرانية ربما بضوء أخضر إيراني من حيث العلاقة ما بين الكاظمي والميليشيات في العراق؟ أنا أرى يعني ما ذهبت إليه هو عين الصواب، يعني النظام الإيراني هو بالأصل أوجد هذه الميليشيات لمثل هذه الأوقات ولبث مثل هذه الرسائل، سواء الرسائل السياسية أو رسائل عسكرية. ما قام به يعني قامت به هذه الميليشيات من ضربة الأخيرة للسفارة الأمريكية هي بأوامر إيرانية، ويخطئ من يقول بأن هذه الميليشيات قد وصلت إلى حالة من التمرد على إيران، وبالرغم من عدم رغبة إيران بضرب السفارة الإيرانية ذهبت هذه الميليشيات لضرب السفارة، وهذا كلام أراه بعيد عن الصحة. هذه الميليشيات لا تستطيع أن تقوم بأي دور عسكري أو سياسي إلا بأوامر وإملاءات إيرانية، فهي يعني هي ولية نعمتهم وهي من أسستهم، ولا يستطيعون انفكاك عنها بأي تصرف. لذلك هي الآن إيران تريد إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة بأن لدينا القدرة على تهديد مصالحكم في العراق، بل وصل الأمر يعني لأثبت لك صحة هذا التحليل بأن إيران لم تكتفي بإرسال هذه الرسالة العسكرية، إنما قامت بإرسال رسائل سياسية، وهذه المرة إلى الكاظمي نفسه حينما يعني خفضت إمداداتها من الغاز وجعلت الكهرباء التي يزود بها المواطن العراقي لا تتجاوز الساعة في خلال اليوم الواحد،
وهذا يدل على أن يا كاظمي بأننا قادرون على إسقاطك شعبيا أو سياسيا أو بأي طريقة كانت، وإن لدينا يعني لسان حال إيران إن لديها القدرة على التحكم بكل ما موجود هو في العراق، سواء عسكريا من خلال الميليشيات، سواء اقتصاديا يعني ما يتعلق بالكهرباء وغيرها. هي إيران متحكمة في هذا الموضوع، وبالتالي لا تمتلك الحكومة العراقية أي قدرة على فعل شيء إزاء هذا التغول الإيراني داخل العراق. وبالتالي يعني ما قام، هل تعلم أخي الكريم اليوم كانت هناك زيارة لوزير الكهرباء الإيراني، زار بغداد وهو قال بنفسه متفاجئ، يقول لقد استرددنا جزء من مستحقاتنا بمبلغ ملفت للنظر، هكذا يقول، بمعنى أنه مبلغ كبير جدا قد أخذه. ويقول تلقينا وعود من الحكومة الكاظمي بأنها ستسرع في إيفائها بالديون المستحقة من تزويد إيران للعراق بالغاز والكهرباء. هذا يدلل على أن إيران قادرة على لوي ذراع الكاظمي وغيره من السياسيين العراقيين بمنتهى السهولة، لأنها تمسك مفاصل مهمة جدا سواء بالحالة العسكرية أو الحالة السياسية أو أي شيء يتعلق في ما موجود في العراق. طيب أستاذ حسين، بالعودة إليك، هل ثمة رسالة يريد مصطفى الكاظمي إرسالها إلى الميليشيات، وخاصة هناك من يقول بأن ثمة مخرجات في الحوار الاستراتيجي أو أمور دارت ما بين الكاظمي والولايات المتحدة في واشنطن، أترى ثمة ربط بين هذا وذاك من وجهة نظرك؟ يعني أنا أعتقد أنه السيد الكاظمي أضعف من أن حتى يبعث رسائل، لأنه يدرك أنه هو تحصيل حاصل لتقاسم الإرادة النافذة للإيرانيين والإرادة الأضعف للولايات المتحدة. يعني من الذي أتى بالكاظمي؟ ليس تكتل الأحزاب الموالية لإيران في البرلمان؟ ومن الذي منح حكومة الثقة؟ يعني هم قادرين على أن يسحبوا الثقة منهم بدون كل هذا الضجيج. وبالتالي يعني الكاظمي يدرك حجم قدرته وحجم قدرة تأثير الولايات المتحدة أيضا على الملف الإيراني في العراق وقدرتهم على معالجة التدخلات اللي تفضل فيها ضيفك. يعني أليس الأمريكان من يرى الاتفاقات النفطية واتفاقات الغاز واتفاقات الكهرباء؟ الأمريكان كذابون، والأمريكان لا يعنيهم العراق إلا بقدر استخدامه ورقة في الخصومة مع إيران. طيب. وبالتالي يعني هي عملية ملهاة، يعني الأول والأخير والخاسر الأول والأخير هو العراق وشعب العراق. يعني طيب كل هذا الألاعيب. نعم، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، ميليشيا حزب الله في العراق هددت الكاظمي بما قالت يعني تقطيع الأذن سوف نقطع أذنيه، ولكن يعني لم نسمع من الكاظمي أنه ذكر بالاسم أي شخصية ميليشياوية بالاسم، في حين هم ذكروه بالاسم تحديدا. نعم. ماذا يعني ذلك؟ يعني والله أنا أخشى أنه في المرة القادمة سيهددوا بقطع أجزاء أخرى وليس فقط أذنيه، يعني هذا ما نخشاه، يعني وربما الكاظمي سيكون في موقف صعب. هذا يدلل على أن الكاظمي لا يستطيع تسمية أي ميليشيا من الميليشيات، بل ولم يسمي أي ميليشياوي بشخصه ويهدده، بينما الميليشيات قادرة على تهديد الكاظمي بالاسم وتهديد حكومته، وأنه قادرين على أنه فعل أي شيء به، بل يقولون قد نفذ صبرنا ويعني يتوقع منا كل شيء، بينما لم يتجرأ الكاظمي على تسمية هذه الميليشيا أو يهددها، إنما أطلق تهديدا يعني رفع عتب بشكل عام من غير مسمى، ما يدلل على أن الكاظمي وقواته غير قادرة على فعل شيء. وأزيدك شيء آخر أخي الكريم، يعني لو الكاظمي لو توفرت له الإرادة وهبطت عليه الوطنية من السماء وأصبح يعني قائد وزعيم وطني يريد أن ينظف العراق من هذه الميليشيات، ماذا سيفعل؟ سيوجه قواته اللي هي من الجيش وبعض الأجهزة الأمنية لقتال هذه الميليشيات. كيف سيوجهها؟ وهذه القوات نفسها قد تم تأسيسها بالأصل
على نواة الميليشيات. يعني في من 2003 ولحد الآن هي زعماء الجيش العراقي وكثير من عندهم هم من الميليشيات، وأيضا من طائفة واحدة تنتمي إليها الميليشيات وهذه القوات، بدليل أن المالكي فيما سبق في 2008 عندما أراد أن يقاتل جماعة الصدر، ماذا من جلب؟ جلب وحدات فيها غالبية سنية من الأنبار لتقاتلهم في البصرة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هم أسسوا العراق على أساس طائفي، والصراع الصراع طائفي، والولاء ولاء طائفي. يعني الجيش العراقي ولاءه ليس للعراق ولوطن اسمه العراق، إنما ولاءه إلى طائفة. فحينما يريد أن الرئيس الوزراء أن يحارب طائفة ما، يأتي بوحدات عسكرية من الطائفة المخالفة لها، وهذا يعني استمراء وتأصيل للموضوع الطائفي في العراق. أجد أنا الكاظمي غير قادر على فعل شيء إزاء هذه الميليشيات. هل يستطيع أن يقاتلهم في مثلا جهاز مكافحة الأرهاب؟ طبعا لو تلاحظ الكاظمي الآن أينما يذهب معه عبد الوهاب الساعدي، وكأنما يريد أن يعطي رسالة بأنه قوي وقادر على فعل شيء، وأن جهاز مكافحة الأرهاب بصفه. جهاز مكافحة الإرهاب صحيح هو تأسس على عين الأمريكان، لكن بالمحصلة هم أيضا لهم ولاء طائفي، وغير قادرين على أن يقاتل ابن عمه وأخوه الموجود في ميليشيا حزب الله أو ميليشيا العصاب وغيرها من الميليشيات. هذا التأسيس الطائفي هو من دمر العراق، والقانون لا يمكن أن يسود لأنه قانون أسس على يعني أفكار طائفية، والقانون لا يمكن تنفيذه، ونحن ولاءاتنا ولاءات طائفية وليست وطنية. طيب أستاذ حسين، يعني حقيقة قدرة الكاظمي على مواجهة الميليشيات، يعني هناك أموال صرفت على الجيش، ميزانية مخصصة للجيش، هناك يعني معدات عسكرية، هناك أيضا عناصر بشرية، يعني كيف تصف قدرة الكاظمي على مواجهة الميليشيات من حيث نوعية السلاح، من حيث كم السلاح؟ يعني هو السلاح وحده لا يقاتل، يعني الأساس في الموضوع هو البنيان اللي تحدث عليه ضيفك من اسطنبول. يعني بناء الجيش وفق عقيدة وطنية قتالية انحياز الجيش للدولة والدولة المدنية والمواطن والمواطنة، يعني هذا غير موجود. وبالتالي هذا الجيش اللي يتأسس في ظرف الجميع يعرف أنه هو عملية لملوم، مفاصله الرئيسية هشة، المفاصل الرئيسية في هذا الجيش في أغلبها هشة، والأزمة هي في النظام السياسي اللي تركب بشكل محاصصة على أسس محاصصة. و يعني أنا لا أرى الفصل بين النظام السياسي الممسك بالاقتصاد والدولة والبرلمان والقوانين والتشريعات والقضاء وتلك الميليشيات. يعني هم يمسكون بكل تلابيب العراق، وهذه الألاعيب هي عبارة عن محاولة بين الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين شروط تواجدها، وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية تناور يعني لتحصيل بعض المكاسب أو مناكفة إيران في العراق، وهذا الأمر يعني بات مفهوما. الأهم من ذلك، الكاظمي لو كان لديه الشجاعة والقدرة والنية على فعل شيء لكان على الأقل وقف في صف المظاهرات في الشارع اللي كان ممكن تكون له سند قوي ترعب الميليشيات وترعب الخصوم السياسيين في الداخل، لكنه هو وقف ولم يجرؤ على محاسبة قاتل، ولم يجرؤ على تحصيل حق لأي متظاهر أو دماء الذين استشهدوا في تلك المظاهرات، بالعكس قمع تلك المظاهرات بقوات الحكومية زائدا قوات الميليشيات. يعني اسمح لي أستاذ حسين، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، حديث أستاذ حسين عليان عن المكاسب الأمريكية وأن الولايات المتحدة تريد تحسين تواجدها في العراق، أثمة أترى أن ربما هناك خشية أمريكية من إيران في العراق دفعت لهذه المرحلة من التصعيد؟
يعني أنا أقول لك يعني بشكل بسيط، يعني الولايات المتحدة من غير المنطقي أن تكون راضية على ما يحدث الآن في العراق. يعني الحقيقة أن يعني لنكن واقعين، إيران استطاعت الفوز على الولايات المتحدة في الساحة العراقية، والآن النفوذ الإيراني هو أقوى بكثير من النفوذ الأمريكي، بل وصل الأمر الآن أنا أعتقد خشية الولايات المتحدة من أمر آخر قد فعل في السابق ربما يتكرر اليوم. كما تعلم أخي الكريم أنه في يعني عندما جاء الخميني إلى يعني إيران واستولى على يعني الحكم، قام بالهجوم على السفارة الأمريكية في الفترة الفاصلة ما بين يعني جيمي كارتر ورونالد ريغان، يعني وكأنما هذه الأيام التي نعيشها الآن ما بين فترة ترامب وجو بايدن، تكون الإدارة الأمريكية غير مهيئة ومشغولة في عملية الانتقال، وبالتالي تكون أوضاعها مرتبكة للاهتمام بصراعات دولية. لذلك ترامب ماذا فعل؟ أو الإدارة الأمريكية ماذا فعلت؟ حاولت أن تقلل الكادر الموجود في السفارة الأمريكية إلى حده الأدنى، واتخاذ كثير من العمليات يعني أو الأساليب الردع حول هذه السفارة خشية من تكرار السيناريو الذي حدث في طهران واحتلالهم للسفارة الأمريكية. لذلك الولايات المتحدة هي ليست بأفضل حالاتها في داخل العراق، والآن ترى التحركات الآن في الخليج ومجيء حامل الطائرات وطائرات يعني كبيرة، هذه كلها أنا لا أعتقد أن هناك عملية عسكرية ستحدث ضد إيران يعني، لكن أعتقد هي تندرج ضمن التهديد أو الردع لإيران عن فعل شيء ممكن يؤثر على الولايات المتحدة مصالحها في العراق. لكن بالمحصلة أقول لك أن الأمريكان ثبتوا أنهم أغبياء في الموضوع العراقي بالذات يعني، واستطاع النظام الإيراني أن يسحب الكعكة من تحت أيديهم وهم يعني غافلون عن هذا الموضوع. طيب سيد حسين، هل تتوقع أن يكون هناك مستجد ربما في أثناء هذه الفترة، فترة مغادرة ترامب البيت الأبيض وتسلم جو بايدن، خلال هذه الأيام المقبلة على الأقل على مدى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، هل تتوقع أي مستجد ربما على في إطار مواجهة الولايات المتحدة للميليشيات في العراق؟ يعني أنا لا أعتقد أنه ترامب في وضع يسمح له القيام بأي عمل، سيما وأن الولايات المتحدة اليوم منقسمة انقسامات كبيرة، وأنه أي عمل يعني يقوم فيه ترامب قد يكون مغامرة غير محسوبة الهدف منها الحاق الأذى بالديمقراطيين وبجو بايدن أكثر منه الحاق الأذى في العراق يعني أو بالإيرانيين. الأمريكان في العراق ليسوا أغبياء كما وصف ضيفك، من الأمريكان وصلوا لما يريدون في العراق. ماذا يريدون الأمريكان من العراق؟ يريدون من هذا العراق أن لا يكون قوة إقليمية مهمة في المنطقة ويتحول إلى ملعب إقليمي. الاقتصاد بيد الأمريكان، العراق لا زال تحت الفصل السابع. سياسيا أمريكا ممسكة بالأموال العراقية، البنك الدولي هو الذي يقرض العراق، الولايات المتحدة هي التي تدير المال. يعني هناك موقف أمريكي يعني ماذا يريد. الولايات المتحدة ليست غبية كما يصف الكثير منا أحيانا. الولايات المتحدة الأمريكية كان هدفها واضح، أنه بانهيار هذا العراق ستنهار المنظومة الإقليمية، وأنه هي معنية بشكل أساسي بتفكيك المنطقة العربية. هلا في خطار صراحة مع إيران، لما حددت الولايات المتحدة الأمريكية سبع دول في محور الشر أسقطت خمسة عربية ولم تسقط أي دولة أخرى غير عربية، لم تجرؤ على التعارف بكوريا وهي تناور في الصراع مع إيران، وكل القدرة الأمريكية والضغط الأمريكي وقع علينا كعرب وعلى المنطقة العربية، وبالتالي الإيرانيين اليوم يقاتلون بنا، وهذا قمة الذكاء الإيراني، أنه قاتل في العرب في العراق وقاتل في العرب في أكثر من مكان ولم يخسر دولة واحدا، بالعكس هو جنى الأرباح وجنى النتائج السياسية، وهو يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية
لا يمكن أن تهاجمه طالما لديه هذه القدرة على الانتشار في المنطقة. طيب استاذ حسين، استاذ نظير، مصادر مقربة من ميليشيا الحشد كشفت عن أن اعتقال يعني عناصر من ميليشيا العصائب جاء بموافقة وتأييد من قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني. كيف تقرأ هذا التصريح لهذه المصادر من ميليشيا الحشد؟ فقط تعقيب على ضيفك الكريم استاذ حسين، قال انه يعني ليس ما يحدث في العراق هو ليس دلاله على غباء الامريكان. انا اقول لك يعني ان الحاله التي يقول انها هي هدف امريكي هو انهيار العراق اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وبالاضافه الى استثناء من معادله التوازن ما بين اسرائيل والعرب وهذا الصراع القديم. أنا هذا أقول أن هذا الهدف ليس أمريكي فقط، إنما هو هدف إيراني أيضا، لأن العراق قوي عسكريا واقتصاديا، هو مصدر خطر أيضا لإيران وليس فقط لإسرائيل. لذلك هذا الهدف هدف عام وليس يعني أمريكا، حتى وإن جاءت هي تقول أنه نريد إرساء الديمقراطية وتغيير النظام السابق. طيب، هي بالتالي كانت تريد أيضا يكون بلد ضعيف ولكن ليس بهذه الصورة الحالية التي نعيشها. ما كانت تريده، وأنا أقول يعني هنا الغباء الأمريكي وأنهم لم يستطيعوا تحقيق الأغراض التي جاءوا من أجلها، هو كانوا يريدون من العراق كمثال لدولة موالية لأمريكا تكون مثالا لباقي الدول، بل إنهم لو نجحوا في العراق كانوا صدروا هذه التجربة إلى الدول المجاورة، وبالتالي تكون المنطقة بأكملها هي ذات ولاء أمريكي. بينما الذي حدث أن العراق أصبح ذو ولاء إيراني، بل أن هذا النفوذ الإيراني تجاوز العراق وذهب إلى سوريا وذهب إلى اليمن وذهب إلى دول أخرى كثيرة. لا ننسى تصريحا قديما للمسؤولين الإيرانيين حين تحدثوا، قالوا لولا إيران لما كانت الولايات المتحدة قادرة على احتلال أفغانستان والعراق أيضا. بالتأكيد هذا يدفعنا للتساؤل. ذكرت قبل قليل بأنه ليس هناك أي قرار عسكري ممكن تنفيذه من قبل الميليشيات إلا بأوامر إيرانية، ولكن ماذا نفهم من أن يعني مصادر في داخل الميليشيا تقول هناك أوامر صدرت أو موافقة ربما صدرت، بالتأكيد حسب وصفهم هناك تأييد وموافقة من قبل قائد الحرس الثوري الإيراني الحالي على اعتقال عناصر من العصائب؟ يعني ماذا يعني ذلك؟ أنا أعتقد أن هذا تسريب لغض يعني أو ذر الرماد في العيون. أنا لا أعتقد بصحة هذه التسريبات، وأعتقد أن ما قامت به ربما ميليشيا العصائب أو ربما ميليشيا حزب الله بضرب السفارة الأمريكية مؤخرا هو بأوامر إيرانية، واعتقال هؤلاء الأشخاص الموجودين في العصائب من قبل كاظمي ليس بأوامر إيرانية، لأنها لا تريد أن أحد من ميليشياتها أن يتم اعتقاله. أنا يعني أجد أن هذا الكلام بعيد عن الواقع، وأن يعني هم يريدون أن يصورون بأن الميليشيا يعني وبالذات ميليشيا العصائب جماعة قيس الخزعلي بأن لديه إرادة حرة وقادر على أن يتمرد على الأوامر الإيرانية، لأن الأوامر الإيرانية تقتضي بعدم ضرب المصالح الأمريكية حاليا، وهو بحكم وطنيته ذهب لضرب الاحتلال الأمريكي، وهذا الكلام غير صحيح. هؤلاء لا يستطيعون أن يحركوا إصبع أيديهم بدون أمر إيراني، وهذه التسريبات يعني إعادة إضفاء الوطنية يعني موضوع المقاوم لهذه الميليشيات يعني الإجرامية. يعني أنا أقول لك ربما يكون هناك تنافس ما بين هذه الميليشيات، بل هل تعلم أخي الكريم نحن نعيش الآن في هذه الميليشيات سباق تسلح، كل ميليشيا تريد أن تكتسب المزيد من السلاح، لربما هي تعتقد أنها ستدخل في معركة مع الميليشيات الأخرى. وإذا أردنا أن نتوسع في هذا الأمر، ماذا نفسر كلام الصدر المؤيد لحكومة الكاظمي والتهديد المبطن لإيران؟ هذا يدلل على أن هناك عداء ينمو بشكل كبير. سنأتي لهذا الموضوع وهو موضوع مهم أيضا. نعم. ولكن اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ حسين العليان. أستاذ حسين، في ضوء هذا السباق، سباق التسلح الذي وصفه الأستاذ نظير الكندوري، سباق التسلح بين الميليشيات في العراق، في حين يتحدث الكاظمي دائما عن الاستحواذ على السلاح وجعله فقط بيد الدولة، هناك سلاح منفلت في العراق، الميليشيات تصف الكاظمي بأنه رجل أمريكا في العراق، ما تداعيات بقاء السلاح
منفلتا على هذا النحو في العراق خلال هذه المرحلة الخطيرة؟ يعني هو في ظل وجود سلاح خارج سيطرة الدولة وأقوى من سلاح الدولة، بالتأكيد لن تستطيع هذه الدولة لا أن تملي إرادتها السياسية ولا أن يعني تمارس حقها في التنمية والإعمار إن كانت دولة جادة. يعني فما بالك إذا كانت الدولة والميليشيات هم عبارة عن خليط مشترك متداخل يصعب الفصل ما بينهم. يعني عندما تتحدث عن السيد الكاظمي خيار أمريكي إيراني أو توافق إيراني أمريكي مر عبر البرلمان، وكان بإمكان البرلمان بعد عادل عبد المهدي أن لا يمرر المالكي، وكل الشخصيات التي طرحت كانت هي محاولات تسوية مؤقتة، والتسويات المؤقتة في العراق صار لها 17 سنة. يعني بعد سقوط حكومة المالكي الذي يعني أسس لدولة المافيا والميليشيات والمحاصصة وإلى آخره كل هذه القضايا، كل هذا حصل ليس بعيدا عن الأمريكان وليس بدون رغبة الأمريكان، كما يعني تحدثت قبل قليل وتقاطعت بعض الشيء مع ما يقوله ضيفك من في الاستوديو. نعم نعم. الولايات المتحدة الأمريكية هي مع المحاصصة، الولايات المتحدة الأمريكية هي من جلبت هؤلاء إلى السلطة وسلمتهم إياها، الولايات المتحدة الأمريكية على مرأة ومسمعها حصل كل ما حصل في العراق وبموجب قوانينها. هذه الصواريخ المتطايرة سيد حسين، هناك يعني صواريخ متطايرة بين الفينة والأخرى على السفارة الأمريكية والسلاح المنفلت، هل ثمة مصلحة أمريكية من بقاء السلاح منفلتا في العراق؟ لأنه هذا السلاح المنفلت سيبقي هذا العراق غير مستقر وسيبقي المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات. هم لا يريدون استقرار العراق ولا يريدون إعمار العراق ولا يريدون لهذا البلد أن يلعب أي دورا إقليميا في المنطقة. طيب. اليوم المنطقة تتقاسمها ثلاث تيارات رئيسية، التيار الإيراني والتيار الصهيوني والتيار التركي، وهم يتصارعون على المنطقة والكل في المحصلة. طيب ابقى معي سيد حسين لو سمحت. ما بين التوافق وما بين الخلاف مع أمريكا. سأعود إليك مرة أخرى أستاذ نظير، الصدر وتهديداته لإيران يعني إلى أي مدى تتوقع ربما أن يكون هناك فعلا تحالف ما بين الصدر والكاظمي بناء على هذه التهديدات؟ كيف تنظر إلى التهديدات هذه؟ طبعا بدون شك أنه الصدر هو أحد الداعمين الكبار للكاظمي، وهو أحد الأسباب التي تجعله ما زال رئيس وزراء، ولا ممكن كان يقال من قبل باقي الميليشيات وباقي الأحزاب السياسية. ما يحدث الآن وهذه التصعيد الذي تقوم به الميليشيات الموالية لإيران حقيقة يستفز الصدر وميليشياته وتيار الصدري. لماذا؟ لأن الصدر هو يؤمل نفسه بأن رئاسة الوزراء في الدورة القادمة ستكون له، وهو يجاهر الآن بأن عدد مقاعده بالبرلمان سوف لن تقل عن 100 مقعد، وأنا لا أعرف كيف هناك ديمقراطية يعني هو يحدد عدد مقاعده قبل الانتخابات. لكن ما أريد أن أقوله أنه الصدر عازم هذه المرة أن تكون الحكومة بيده والأغلبية في البرلمان أيضا بيده، وهذا مما يزعج أيضا الفصائل الولائية والفصائل التي هي يعني على تمائس مع الجانب الإيراني بشكل. هل هذا يدخل ضمن نفس الإطار، إطار التنافس الذي ذكرته بين الميليشيات؟ نعم هناك تنافس، بل هناك يعني سباق تسلح فيما بينهم. كل فصيل يحاول أن يجعل لنفسه القوة العسكرية الضاربة التي ستحسم الأمور مستقبلا. أنا أقول لك يعني هذا السيناريو الذي نعيش الآن قد تنبأنا فيه منذ نهاية الحرب على داعش، وقلنا أن هذه الميليشيات الإجرامية التي امتهنت الإجرام في حق الشعب العراقي عندما لن تجد أحد أن تقاتل ستتقاتل فيما بينها، والآن نحن في بداية معيشة هذه الحالة. هناك تيار صدري له طموحات سياسية كبيرة ويريد أن يصبغ العراق بصبغة جديدة هي صبغة صدرية، بالمقابل هناك ميليشيات تابعة لإيران تريد أن تصبغ العراق بصبغة إيرانية،
ولا تنسى أن هناك طرف ثالث، يعني الأمر ليس مقتصر على هذا الطرفين، هناك الحشد النجف اللي هو يسموه حشد السستاني اللي متكون من 4 فصائل والذي يعتقد أن عدد أفرادهم يصل إلى ما يقارب 40% من عناصر الحشد الشعبي، فهم قوة لا يستهان بها. وربما يفكر الكاظمي بالتحالف مع الصدر ومع حشد النجف في مقابل مواجهته مع هذه الحشد الولائي اللي هو تابع لإيران. إذا الأمور وصلت إلى حالة التقاطع ربما سنكون أمام مشهد معركة ميليشياوية في بين هذه الميليشيات. سنتحدث في ذلك أيضا أستاذ نظير وأستاذ حسين العليان، ولكن بعد أن نبقى سويا مشاهدينا الكرام، فاصل مصور وتقرير مصور ثم نكمل التغطية، كونوا معنا. عدنا معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة الجديدة بشأن تهديدات الميليشيات الموالية لإيران التي تكررت خلال الأيام الأخيرة والمواجهة لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. بالعودة إليك أستاذ حسين العليان، في إطار الحديث عن الصفقات وفي إطار أيضا الحديث عن سباق التسلح بين الميليشيات، ثمة ربما يعني مراقبون يرون أن هناك تقاطعا للمصالح الدولية والإقليمية، في إطارها تستجد بعض الأحداث ويتوقع بعض الأحداث مستقبلا وخاصة خلال هذه المرحلة. ماذا عن يعني التوقعات بشأن العناصر المكونة للحشد؟ الكثير من المراقبين يرون أن هذه العناصر المكونة للحشد وهي متكونة من مجموعة ميليشيات ربما ممكن أن تتفكك خلال هذه المرحلة المقبلة، إلى أي مدى ترى ذلك ممكنا؟ يعني أنا أعتقد كل الصراعات الداخلية هي على صراعات مكاسب وصراعات لتقديم الولاء، يعني للراعي الأكبر لهم، سواء كانت إيران أو المرجعيات التي تتبناهم. الكل مجمع على ضرورة إمساك طرف ما في السلطة وعدم يعني السماح بأن تفلت السلطة من يد مكون، هذا عليه إجماع. وبالتالي كل الصراعات هي تحت سيطرة مايسترو رئيسي يستطيع ضبطها في أي يعني في أي لحظة، وهو يدير هذه الصراعات يعني حتى لا يعني يشعر أي طرف بأنه هو الطرف يمتلك شيئا من القوة أو الاستقلال أو الإرادة. يعني الصدر مهما عظم شأنه هو ليس تنظيما متماسكا يستطيع الاستمرار، لأنه يتمحور حول شخصية، وهذه الشخصية إذا بيجيها تليفون من إيران تروح لإيران تقعد هناك ممكن ينحجز، مش محتاجين يعتقلوه ولا محتاجين يسحبوه. يعني والتجارب شاهدة على هذا الموضوع كثيرة في هذا الملف، يعني هي تبادل أدوار ما بين فصائل وأدوات إقليمية إيرانية سميها ما تريد للإمساك والسيطرة على هذا العراق. كل يقدم أوراق الطاعة في مرحلة من المراحل، كل يحاول على هامش هذا الأوراق أن يحصل بعض المكاسب
من الفساد الذي أسست له الولايات المتحدة الأمريكية قانونا وتشريعا وكل شيء. يعني الفساد اليوم اللي في العراق أتاح لهذه الفصائل أن تمتلك ثروات وإمكانيات وتتحدث وفضاء وإعلاميات قد تشعرها أنها بالونات كبرت وتحاول أن تستفرد يعني في بعض المجالات. الحديث عن اقتتال الميليشيات أو اقتتال شيعي شيعي ثم اقتتال سني سني ثم اقتتال كردي كردي، كل هذا الحديث هي تسريبات يعني وراها جهات الهد تتمنى أن يحصل ذلك. أنا أشك في أنه يصير أي من الاقتتال في يعني هذه الميليشيات بين هذه الميليشيات، لأنه من يمتلك السيطرة عليها ويمتلك إدارة شؤونها ويمتلك تقرير مصيرها جهة واحدة. طيب أستاذ حسين لو سمحت ابقى معي. أستاذ نظير، تبادل الأدوار بين الفصائل والميليشيات الموالية لإيران، مثل ما هو معلوم أن هذه الميليشيات تمتلك من الثروات وتمتلك أيضا من الأموال وتمتلك من السلاح الشيء الكثير، بالإضافة إلى الدعم الإقليمي من إيران. من وجهة نظرك يعني هل من الممكن ما يذهب إليه البعض من أن يعني هذه العناصر المكونة للحشد ممكن أن تتفكك خلال المرحلة المقبلة؟ يعني فيما يخص تبادل الأدوار، هي يعني طريقة يعني خبرتها إيران يعني دائما ما تفعلها، وتجعل التصريحات المتضاربة ما بين قادة الميليشيات وقادة الأحزاب، وهذا شيء يعني عرفناه سابقا. أما فيما يخص اقتتال الميليشيات، يعني أنا يعني عندما تحدثت أنا لم أتحدث أنه كون تسريب كما ذكر ضيفك، هو كان تحليل وليس تسريب. لكن ما أقول ما مدى احتمالية أن يقع اقتتال ما بين هذه الميليشيات، أنا أجد من يعني من الكاظمي كيف يقع فيما بينها أي اقتتال وهناك مثل ما وصف أستاذ حسين العليان أن هناك تبادل كنترول أو مايسترو يتحكم بها جميعا. أنا أقول لك الكاظمي لو كان يمتلك القدرة على محاربة هذه الميليشيات سوف لن يتردد ويجعل من خلفه الولايات المتحدة، لكن الكاظمي يعني لنضع أنفسنا في بدلا عنا، الكاظمي لا يثق كثيرا بالأمريكان لأن غالبا ما يخلفون وعودهم. الأمر الآخر يعني بالرغم من ترحيب الكاظمي بما صدر عن الصدر من يعني تهديد خفيف للنظام الإيراني وتهديد قوي لميليشيا العصائب وغيرها، لكن مع ذلك هو لا يضمن الصدر، لأنه الصدر من عادته أن يغير مواقفه بسهولة وبسرعة، لذلك هو لا يستطيع الاعتماد عليه. لربما يستطيع أن يعتمد على حشد السستاني، يعني ما أقصد حشد النجف، لربما يستطيع. ولكن الكاظمي من هذه الناحية لربما سوف يعيد النظر أكثر من يعني مرة إذا ما أراد أن يقدم على ضربة قوية للميليشيات الولائية. بالمقابل الميليشيات الولائية لا لديها رغبة حقيقية بفتح مواجهة عسكرية مع الكاظمي وقواته. لماذا؟ لأن هناك أهداف تخص إيران وأهداف تخص الميليشيات نفسها. فإيران الآن يعني تشعر بشيء من القلق من يعني قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب، لأنه مضى ربما 3 سنوات لم يدخل معارك حقيقية، وبدأ يعني يشعر الجيش العراقي بشيء من التعافي، وبالتالي يجب أن تكون هناك ضربات له لإرجاعه إلى حالته السابقة. لذلك دخول هذه الميليشيات الولائية في حرب استنزاف للقوات الحكومية قوات الكاظمي هي فيها مصلحة إيرانية. الأمر الآخر دخول الميليشيات الولائية وتحقيق بعض الانتصارات على القوات الحكومية سيعزز من قوتها سياسيا وعسكريا، لذلك هم يمهدون الأجواء للانتخابات القادمة. كما تعلم هذه الميليشيات لديها ممثلين سياسيين، ولربما إذا ما حققت انتصار عسكري لربما سيكون حظها بالبرلمان القادم أكثر وأكثر
أقوى ويستطيعون أن يتحكمون بالنظام السياسي بشكل أكبر مما يتحكم فيه حاليا. هذه حقيقة الخارطة السياسية والعسكرية من وجهة نظري طبعا. نعم. يعني لا أقول أني واضح. تسريبات، لكن من وجهة نظري. طيب أستاذ حسين العليان، يعني أثمت يعني بالتأكيد هناك حسابات سياسية لهذا التصعيد، وهو ما تحدثنا به قبل قليل معكم ومع الأستاذ نظير الكندوري، ولكن هل تخفى الحسابات الاقتصادية فيما يجري في العراق الآن؟ هناك يعني ليس هناك تنمية في العراق، هناك تدهور متواصل ومستمر، وهذا التصعيد في ظل هذا التدهور الاقتصادي تحديدا كيف تنظر إليه؟ ما هي الحسابات الاقتصادية مما يجري؟ العراق كارثي من حيث إذا أخذت من كل أبعاده، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. نعم. والوضع الاقتصادي هو الأساس، يعني هو محور كل ذلك. لا الكاظمي ولا من انتخابات ما بعد الكاظمي قادر على معالجة مشكلات بنيوية عميقة في الاقتصاد وفي الحياة الاقتصادية العراقية. ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حلفها جاد في مساعدة العراق للخروج من أزماته المالية والاقتصادية. وهذا المؤشر على أنه ما ذكرته أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنيها استقرار العراق، وإلا لو كان يعنيها استقرار العراق لانحلت مشكلة الكهرباء وانحلت جزء من مشكلة الفساد وانحلت مشكلات أساسية. لأنه أنت تستطيع أن تزحف على يعني في نفوذك على السلطة من خلال تحقيق مكاسب مادية للمجتمع والناس والدولة وإلى آخره لتكسبها، وإلا ما معنى أن يستمر هذا النهب وهذا الفساد وهذه الموازنات الوهمية والفلكية في التبديد والإسراف والاستدانة من البنك الدولي؟ هي كلها محاولات من الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد من إغراق العراق، وبالتالي مزيد من الفوضى والسلاح المنفلت ومزيد من الميليشيات ومزيد من النفوذ الإقليمي وفي مقدمة النفوذ الإيراني. أنا أعتقد أنه العراقيين أمام خيار صعب، وحاولوا أن يعني يجدوا مخرجا عبر نضالهم السلمي في الشارع بموجب آليات شعبية راقية سلمية، لكنها يعني أخفقت هذه المرة. وهذه الإخفاقات أيضا مرعبة، لأنه قد تدفع هذا الشارع إلى انفجارات لا تحمد عقباها. بالأمس كانت انتفاضاتهم سلمية، وأنت اليوم تصل بالعراقيين إلى طريق مسدود في لقمة عيشهم، في استقرارهم، في أمنهم، في كل هذا الموضوع، ودوام هذا الحال محال. يعني لابد من الانفجار الذي لن يبقي ولا يذر في هذه السلطة وفاسديها ومكوناتها. يعني لو استمر هذا النظام السياسي بآلياته القائمة وبالمجمل مشروع السياسي الوهمي، ألف عام لن يحل مشكلات العراق. العراقيون ما لم يتحدوا في الشارع ويتحدوا بشكل سلمي أولا عبر الشارع لإسقاط كل هذه المكونات، الجهة الوحيدة الكفيلة في تحقيق انتصار على الكاظمي والميليشيات وإيران والولايات المتحدة الأمريكية هو الشارع، وهو أقل كلفة مهما دفعنا من تضحيات، وأسرع طريق للخلاص من أزمات العراق. طيب. وللأسف أن الشارع لحد هذه اللحظة لم يصل إلى لحظة الوحدة الشاملة. نعم. في الشارع. شكرا لك. يطول الحديث فيها. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين العليان. مع فوضى في العراق، مع سلاح منفلت، مع انهيار اقتصادي، انهيار خدمي، انهيار في جميع المجالات، ما هي خيارات الشعب الآن؟ يعني أنا أتفق مع الجزئية الأخيرة التي ذكرها ضيفك الكريم، وهي حقيقة يعني كانت واضحة على التظاهرات العراقية أنها ما زالت تعاني من المناطقية، وأحيانا بعض شعاراتها مطلبية. والحقيقة أنه يجب أن تتجمع هذه التظاهرات وتتوحد التظاهرات الشعب العراقي سواء بالمناطق الشيعية ولا السنية وحتى الكردية على مطلب تغيير هذا النظام، لأن تغيير النظام هو الذي أسس كل هذه المشاكل، وبالتالي لحل مشاكلنا الاقتصادية أو الأمنية أو أي نوع من المشاكل. يعني هو بتغيير والفوضى النظام. وهذه المناوشات بالتهديدات كلها من
مخرجات نظام المحاصصة. نعم نعم يعني نعم. أنا لا أعرف لماذا نحاول أن نعالج النتائج بينما هو المسبب الرئيسي هذا النظام. يعني لذلك أنا أجد أن يعني الآن الشعب العراقي، لا أقول أن الخيارات سهلة، هو أمام خيارات صعبة جدا. واحدة من عندها هو يجب أن توحيد الصف العراقي بكل مكوناته، وكذلك محاولة إيصال رسالة إلى دول العالم سواء الإقليمية أو الدولية بأن مصلحة هذه الدول مع الشعب العراقي وليس مع هذا النظام. وإذا أوصلوا هذه الرسائل ربما سيجدون هذا الدعم من باقي شعوب العالم لمسيرة يعني العراقيين في ظل مكافحتهم لهذا النظام. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، ضيفي في الاستوديو في هذه التغطية، ونشكرك شكرا جزيلا من عمان عبر الهاتف الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي. كنا مشاهدين الكرام، وهذه التغطية بشأن تهديدات الميليشيات الموالية لإيران والتي تكررت خلال الأيام الأخيرة والموجهة إلى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وذلك على خلفية اعتقال القيادي في ميليشيا العصائب حسام لزريجاوي واتهامه بالتورط في تنفيذ هجمات صاروخية أخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد. نلقاكم في تغطية لاحقة في أمان الله.